السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي الكرام. اليوم بغيت نقترح عليكم واحد التحلية اللي كتجي سهلة واقتصادية بمكونات بسيطة اللي هي غادي نخدم معكم التشيز كيك. غادي نبداو مرحلة بمرحلة. المرحلة الأولى على بركة الله عندي البسكوي، عندي هنا 250 غرام لي بسكوي، اي بسكوي عندكم في الدار. انا خدمت بهذا، هذا لي بسكوي، هذا درت 250 غرام طحنته في الماكينه. اي بسكوي عندكم في المغرب ولا هنايا اي حاجه عندكم طحنوها كيف ما كتشوفوا 250 غرام. وعندي هنايا 100 مليلتر ديال الزبده اللي ذوبتها كيف ما كتشوفوا. انا كنعبر بهذا، عندي العبار كيف كتشوفوا، دن دن 100 مليلتر ديال الزبده مذوبه. على بركه الله غادي نمشي وغادي نبداو. غادي نشد هذه الزبده هذه اللي ذوبت، غادي نخويها فوق البسكوي ديالي بحال هكا. بسم الله كيف كتشوفوا، غادي ندخلها ندخل فيها هذيك الزبده ديالنا. هكذا مزيان، كنبقاو على هذه الطريقه هكذا مزيان. من الاحسن تخدموا بيديكم باش ديك الزبده كتدخل لينا للبسكوي ديالنا. هذه التحليه ساهله كيف كتشوفوا معايا، وبدون فرن بدون حتى حاجه كيف كتشوفوا بحال هكا. ها هو البسكوي ديالي دخلت ليه الزبده ديالي كلها كيف كتشوفوا معايا. انا هنا غادي ناخد واحد الاطار فاش غادي نديرها كيف كتشوفوا. نتوما اي اطار عندكم ولا شي، انا عندي هذا الاطار هذا كيف كتشوفوا معايا ديال الكيك ديالي. غادي نديرو الطبق ديال التقديم ديريكت، غادي ندير هنا بابي كويسون وغادي ندير هاد الاطار ديالي هكذا. غادي نخشي فيه هاد، غادي نوزع عليه هاد البسكوي ديالي. ماما بحال هكا، غادي ديروا يديكم ولا معلقه، انا غنجيب معلقه. كيف شفتوا معايا انا خديت المعلقه وبقيت وزعت كل البسكوي ديالي بحال هكا على هاد الطريقه، وكان معس مزيان بحال هكذا. حتى قديت البسكوي ديالي كله في الاطار كيف كتشوفوا. غادي ناخذ دابا البسكوي ديالي وغادي نديرو في الثلاجه بما وجدنا مع بعضياتنا الطبقه الثانيه. ومن بعد ما وجدنا الطبقة الأولى، هذه هي الطبقة الثانية بمكونات بسيطة في كيف كتشوفوا معايا. هادو هما المكونات ديالها، عندي هنايا سكر فانيلا، عندي جوج معلقة ديال النشا مايزينا، عندي هنايا واحد الفلون فانيلا ديال الوزن 48 غرام، هذا فيه السكر يعني ما درش هنايا سكر سنيده. وانتم في المغرب عندكم داك الفلون الصغير كيكون فيه بلا سكر، ممكن تزيدوا 4 معالق تاع سنيده، وسنيده الكميه انتم كتحكموا فيها على حسب الحلاوه ديالكم. عندي هنايا الشكلاط ابيض، غادي ندير فيه واحد شويه ديال الشكلاط ابيض، ممكن انتم ديروا شكلاط كحل ولا مهم انتم كيف بغيتوا. عندي هنايا السيترو ديال الحليب، على بركة الله غادي ندوزو للطريقة اللي هي غادي نشد هاد الحليب ديالي. بسم الله غادي نديرو في طريقة بسيطة وسهلة، غادي نديرو في الكاسرونة ديالي، غادي نزيد النشا ديالي حتى هو. كيف كتشوفوا طريقة بسيطة وسهلة. غادي نزيد الفلون ديالي كيف كتشوفوا، انا هذا ديجا حلو يعني ما دارش سنيده. غادي نزيد سكر فانيلا وغادي نحرك بحال هكا.
وغادي نمشي نديرو فوق البوطة ونبدا نخلط عليه حتى يختار لينا. وكيف كتشوفوا معايا خديت الكاسرون ديالي دابا درتها فوق النار وغادي نبقى واقفه حداها وانا كنحرك حتى كيطيب لينا الفلون ديالنا ومن بعد غادي نوريكم. مهم ما تبقى ما تمشيوش وتخلوه فوق العافيه، غتبقاو تحركوا باش ما يلصقش لينا في الكاسرون ديالنا. شوفوا معايا الفلون ديالي ها هو وجد، انا دابا غادي نطفي عليه وغادي نمشي نزيدو الشوكولاته الابيض. كيف كتشوفوا معايا من بعد ما هزيت الفلون ديالي انا غادي نزيدو الشوكولاته الابيض اللي ذكرت معاكم بحال هكا، غادي نلوحو باش يذوب لينا حيت الفلون عندنا سخون. وغادي نبدا نحرك حتى يذوب ليا الشوكولاته ديالي ومن بعد غادي نخويه فوق البسكوي ديالنا. مع الفلون ديالي سخون في ساعة الشوكولاته كيذوب نتوما كيف كتشوفوا. المهم الا بغيتو ديروا الشوكولاته كحل راه ممكن ديروه، المهم داكشي كيبقى اختياري لكم نتوما. انا هنا استعملت الشوكولاته الابيض، نتوما ممكن تستعملوا اي شوكولاته عندكم ولا اي شوكولاته بغيتو. كيف كتشوفوا معايا خرجت البسكوي ديالنا من الثلاجه، انا غادي نهز هذا الفلون ديالي ها هو راه داب ليا الشوكولاته وغادي نبدا نخويه عليه بشويه بشويه بسم الله. شوفوا وغادي نبدا نحرك هكا باش يجينا طبقه متساويه طبقه مقاده فوق البسكوي ديالي. صافي هانتوما كيف كتشوفوا صافي هانتوما صافي. دابا غادي نشدو غادي ندخلو الثلاجه واحد ساعتين ولا ثلاثة سوايع بما برد ليا الفلون على خاطرو. الا كنتو نتوما زربانين دخلوه للكونجيلاتور واحد ساعتين وكذاك، ما كنتوش زربانين غادي تخليوه يبرد على خاطرو. انا دابا وجدتو دابا ما بغيتو انا تاع العشيه وغادي نوريكم ان شاء الله النتيجه. انا كيف كتشوفوا غادي نحل لا تشيز كيك ديالي بسم الله هكا. ها كيف كتشوفوا ها كيف طلعت ما لصقات ما حتى حاجه. بعد ما حيدت الاطار ديالي هنايا غادي نبدا نحيد في البابي كويسون ديالي باش نخليها في طبق التقديم بلا بابي كويسون بلا حتى حاجه. هانتوما كيف كتجي ها هي. من بعد غادي خديت هنايا الزواق كيبقى اختياري، انا عندي هنايا الشوكولا ديال فيرورو روشي هذا اختياري انايا عندي هنايا قلت غنزوق به. نتوما تزوقوا باي حاجه عندكم ممكن تخليوها غير هكذا سامبل. بسم الله غادي نبدا نزوق دابا بحال هكذا. كيف كتشوفوا من بعد ما درت الشوكولا ديالي وهذا كاختياري ممكن نتوما تزوقوها بالبسكوي باي حاجه عندكم. انايا عندي هنا الشوكولا هذا فرقته من الجناب وغادي نضيف ليها واحد شويه كزواق كريم كاراميل كيف كتشوفوا. كيف كتشوفوا معايا هكا هذه كإضافة كتجي على هذا الشكل هذا. كيف كتشوفوا هكذا طلعت لاتشيز كيك ديالي. كيف كتشوفوا معايا لاتشيز كيك هذه هي النتيجة ديالته اللي كيجي هائل.
واحد المذاق زوين، واحد التحليه سهله وبسيطه وفي متناول الجميع، يعني اقتصاديه. كما قلت لكم الزواق كيبقى اختياري انا، هذيك فكره قلت علاش لا ما نشاركهاش معكم، اللي سهله الى جايك الضيف ولا بلا ما تحيري ممكن ديري تحليه في الدار وباي باي على لابولونجري ولا لاباتيسري، ممكن توجدي غنتي في دارك بوحدك هاد تشيز كيك هذا. ونتمنى تعجبكم هاد الوصفه ديالي اليوم اللي سهله، تحليه سهله وبنينه وكتجي زوينه زوينه بزاف. انا ديجا درتها كتجي غزاله، قلت علاش لا ما نشاركهاش معكم. وتعجبكم لا فيديو ديال اليوم ما تنساوش ديروا الجيم لا فيديو ديالي وتبارطاجيوه مع الحباب والاصدقاء، وخليتكم على خير وبخير ان شاء الله. ولا وصفه اخرى ان شاء الله، ولا فيديو اخر ان شاء الله، وفي امان الله. والسلام عليكم.